إذا كنت أنا يعني منشغل بموضوع معين، هل يصلح أن أستغفر أثناء عملي لهذا هكذا؟ إيه، يقول هل يصلح أن أستغفر؟ لأن قد يكون الاستغفار ليس يعني من القلب، لأن بالي مشغول بالعمل الذي يؤديه. أولا إذا كان هذا الاستغفار يؤثر على العمل، يعني مثلا أمر محاسبة، مثلا قاعد حاسب، الاستغفار هذا قد يشغلك يعني عن هذا العمل، قد تخطئ في عملك، أنا أقول لا، دع الاستغفار الآن وأحسن عملك الذي طلب منك الآن. أما إذا كان هذا العمل لا يشغلك الاستغفار عنه، يعني ممكن تؤدي هذا العمل وأنت تستغفر، فاستغفر ولو لم تحضر النية كلها في حال الاستغفار، استغفر، كبر، هلل، الذكر، هذا طيب. صحيح أجر الذكر دون حضور القلب ليس كأجر الذكر عند حضور القلب، لكن فيه أجر، فيه أجر، استغفر أبداً.